صورة استقبلت نصر حسنداي في مواجهة كانت نقاطها مهمة للفريقين من أجل البقاء في السباق على المراكز المتقدمة من ترتيب البطولة. الجزء الأول من اللقاء جاء حذرا من الجانبين، انتشار لم يكن مثاليا للمحليين، قابله تكتل دفاعي للضيوف مع إهدار الفرص القليلة التي أتيحت للجانبين. تيبوتين مدافع الشبيبة أنقذ فريقه من هدف محقق. بعدها انطلاقة شويطر باغتت دفاع الشبيبة الذي أفلح في التغطية مع حارسه خالد بوقاسم، بينما جاءت محاولة زيري حمار الأخيرة للشبيبة عند نهاية المرحلة الأولى لتبقى النتيجة دون أهداف. المرحلة الثانية تواصل فيها النسق، محاولات غابت عنها الجدية من الجانبين. هدف اللقاء الوحيد جاء عند الدقيقة 68، انطلاقة يحيى شريف الذي كان بديلا في هذه المقابلة، ناب عنه مدافع النصري الياس عقال في إيصال الكرة إلى الشباك مغالطا حارسه بهذه الكيفية. النصرية بحثت عن العودة لكن الإرادة وحدها لم تكن كافية. استماتة زملاء خوالد في الدفاع وتدخلات خالد بوقاسم الموفقة أجهضت المحاولات، فيما أقلق يحيى شريف وحامية ومعهم زايدي دفاع الضيوف إلى آخر لحظات اللقاء. لتظفر الشبيبة بنقاط ثلاث داخل الديار تعتبرها مهمة في حسابات بقية المشوار.